بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد. نحن في الباب الرابع Programming the Basic Computer، وفيه ننتقل إلى الدرس التالي. في هذا الدرس أربع مواضيع: أولا The Assembler، ما هو الأسمبلر؟ ثانيا The Compiler، أيضا ما هو الكومبايلر؟ الأسمبلر والكومبايلر هي برامج، سنعرف ما هي. ثالثا بروجرام لوبس أو حقول البرامج، وفيه سنعرف ما المقصود بهذا المصطلح. وأخيرا السبروتينز، وهو أيضا من المصطلحات المستخدمة في البرامج، سنرى ما هو هذا المصطلح. نبدأ حديثنا عن المجمع The Assembler. Assembler هو برنامج نظام، وهو دائما يقبل Symbolic Language Program، يقبل برنامج مكتوب بلغة الرموز كدخل له، ثم يعطينا Binary Machine Language كمنتج. هذا الأسمبلر إذا صورناه بهذا الصندوق Assembler، تدخل إليه الـ Symbolic Language Program، ونتحصل منه على Binary Code أو Binary Machine Language. الباينري الذي نتحصل عليه من الـ Assembler هو ترجمة حقيقية للـ Symbolic Language Program Instructions التي دخلت إلى هذا Assembler. هذا الدخل الذي ندخل به إلى الأسمبلر دائما يسموه Source Program أو برامج المصدر، وهذا الباينري كود الذي يخرج لنا من الأسمبلر دائما يسموه Object Program. هذا هو الأسمبلر. إذن الأسمبلر برنامج نظام يستخدم لتحويل Symbolic Language Program إلى Binary Code أو Binary Machine Language Program. ما يدخل إليه نسميه Source Program، وما يخرج منه نسميه Object Program. طيب، ما هو الكومبايلر؟ الكومبايلر The Compiler is a System Program also، هو أيضا برنامج نظام، لكنه يتعامل مع High Level Language Programs ليأتي لنا بالباينري كود منها. فمرة أخرى نمثل هذا الكومبايلر بصندوق كومبايلر، يدخل إليه High Level Program مثل الفورترن، فيخرج منه الباينري كود أو الباينري ماشين لانجويج. وبما أن الكومبايلر يتعامل مع statements أقرب إلى التعابير التي يستخدمها الإنسان، فهو برنامج يكون أكثر تعقيدا من الأسمبلر، مع أنه عمله متشابه. الأسمبلر يتعامل مع Symbolic Programs ويحولها إلى Binary Code، الكومبايلر يتعامل مع High Level Program ويحولها إلى Binary Code. ولكن بما أنه يتعامل مع مصطلحات أقرب إلى تعابير يستخدمها الإنسان، فنتوقع أنه فعلا يكون برنامج معقد. الكومبايلر هو أيضا System Program مثله مثل الأسمبلر. الآن ننتقل إلى البروغرام لوبس. بروغرام لوبس هي مصطلح يطلق على أجزاء من البرامج يكون فيها هنالك سلسلة من التعليمات يتم تنفيذها أكثر من مرة خلال تنفيذ البرنامج، ولكن كل مرة هذه السلسلة من التعليمات تنفذ على بيانات مختلفة. تعليمات واحدة ولكن تتغير البيانات، و تعاد هذه التعليمات لتنفذ في كل مرة على بيانات جديدة. وجود هذه السلسلة من التعليمات في البرنامج نسميه حقل برنامج أو Program Loops. إذن A Program Loop is a sequence of instructions، سلسلة من التعليمات، that are executed many times، يتم تنفيذ هذه التعليمات أكثر من مرة، ولكن each time with a different set of data، ولكن في كل مرة مع بيانات مختلفة. إذا أعطينا مثال لهذه البروغرام لوبس في لغة الفورترن، ففي هذه اللغة يشار إليها بتعليمة أو بكلمة do. Program loops are specified in Fortran by a do statement. إذا كنت أنت تطلع على برنامج Fortran ووجدت do، هذا يعني أن هنالك بروغرام loop قادمة. هذا مثال example of a Fortran loop that forms the sum of 100 integer numbers. عندنا في هذا المثال 100 رقم مختلف، لنفرض مثلا الرقم 1، الرقم 2، الرقم 3، حتى الرقم 100، ونريد أن نجمع هذه الأرقام. فالآن نكتب
سطور في البرنامج للجمع في كل مرة، وإنما نكتب بروجرام لوب واحد ثم نذهب إليه لتنفيذ الجمع المتكرر. فنكتب في لغة فورتران أول سطر dimension A 100، هذا يعني أن لدينا 100 رقم مختلف. السطر الثاني integer sum, A المطلوب sum لمحتوى A. السطر الثالث تبدأ من الصفر sum equal 0، ثم تظهر كلمة do في السطر الذي يليه. هذه كلمة do، وهذه الدو تعني أننا الآن ننفذ بروجرام لوب. هذا بروجرام لوب. ما الذي يحدث في هذا البروجرام لوب؟ السطر يقول do 3 أي نفذ التعليم 3 من j equal 1 وحتى 100. طيب ما هي التعليم 3؟ تعليمة 3 تقول المجموع يساوي المجموع السابق زائد الرقم بالرتبة جي، فالمجموع السابق هو صفر كما بدأنا به، فهذا كأنه يقول صفر زائد AJ يعني A1 اللي هي أول رقم، بعده يصبح المجموع واحد، بعد واحد زائد A2 اللي هو الرقم 2 يصبح المجموع 3، زائد 3 زائد الرقم التالي 3 يصبح المجموع 6، وهكذا. عندما نكمل 100 نكون جمعنا الأرقام من 1 إلى 100 بتنفيذ هذا اللوب. الموضوع التالي عن السب روتينز، وهو أيضا مصطلح نجده يستخدم مع البرامج. ما هو السبروتين؟ السبروتين هو مجموعة من التعليمات المشتركة في البرنامج. هذه التعليمات المشتركة يمكن استخدامها في البرنامج أكثر من مرة، لذلك نسميها السبروتين. والسبروتينز تنفذ دائما بتعليمة برانش، يكون البرنامج يذهب في الاتجاه الطبيعي، مثلا سطر 1 سطر 2 سطر 3 والمفروض حتى سطر 100 مثلا، ولكن عند ظهور سبروتين في أي من هذه الأسطر ينقلنا إلى موقع السبروتين. لنفرض أننا وجدنا سبروتين عند السطر 4 فنلقاه بادي بكلمة برانش. برانش هذه قد تنقلنا إلى أي سطر؟ مثلا 59. في 59 نجد common instructions، نجد تعليمات مشتركة. بعد أن ينفذها البرنامج، هذه التعليمات قد يكون فيها سطر سطرين ثلاثة أو أي عدد، بعد أن يخلص منها يجد فيها branch back بمعنى كنا في الرقم 4 والمفروض أن نذهب إلى الرقم 5 في التسلسل، ولكننا نقلنا إلى سبروتين. السبروتين يتكون من عدد من التعليمات، في نهاية هذه التعليمات نرجع برانش باك. هذا البرانش باك يعود بنا مرة أخرى إلى التسلسل الطبيعي للبرنامج وهو السطر 5. إذن السبروتينز تبدأ ببرانش وتنتهي ببرانش باك إلى البرنامج الرئيسي، وإلى اللقاء في الدرس القادم.